أهلا بكم. ما أسباب انتشار المخدرات في العراق حتى وصلت إلى معدلات قياسية مع غياب الرادع الأمني والقانوني؟ حيث أكدت مصادر أمنية أن التجارة بالمخدرات يزداد بشكل واضح في المحافظات القريبة من إيران، وتؤكد وزارة الداخلية الحالية في العراق أن المخدرات هي من أهم أسباب شيوع الجريمة والعنف الأسري والانتحار. أما مفوضية حقوق الإنسان فترى أن الأسرة العراقية باتت الخاسرة الأكبر من استفحال هذه الظاهرة الخطيرة، وأنها تتوسع بشكل مخيف. نتساءل في هذه الحلقة عن المسؤول عن انتشار المخدرات في العراق، سواء بالتعاطي أو الاتجار، وهل هناك مخطط لنشر المخدرات في هذا البلد؟ وما علاقة الميليشيات بانتشار المخدرات في المحافظات العراقية؟ وما هي الآثار التي تخلفها المخدرات على الفرد والمجتمع؟ وما دور المنظمات المجتمعية في التوعية للحد من المخدرات؟ وهل الإعلام دور في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة؟ ولماذا يراد للعراق أن يكون مرتعا للمخدرات؟ وما مصلحة دول الجوار في تسهيل دخولها لهذا البلد؟ وما الحلول العملية للحد من انتشارها؟ ولماذا يغيب دور الحكومة الفعال في إيجاد الحلول المناسبة للحد من انتشار المخدرات؟ وماذا يتوجب على المؤسسات التعليمية والدينية حيال هذه الظاهرة؟ نتابع مشاهدينا الكرام بداية هذا التقرير ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. الفساد الذي ينهش جميع مفاصل الدولة المتهالكة في العراق يتحول إلى خطر يهدد بنية المجتمع من خلال انتشار المخدرات بشكل مخيف، ينذر بانهيار كبير يهدد منظومة القيم في البلد. ففي إحصائية حكومية للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020 سجلت أكثر من 600 حالة مخدرات بين تاجر ومتعاط في بغداد وحدها، وذلك بحسب ما أكده ضباط في مديرية مكافحة المخدرات، والأرقام تتضاعف في المحافظات الجنوبية والوسطى ولا سيما القريبة من إيران. المخدرات تأتي من خلال المعابر الحدودية المفتوحة والتي تسيطر عليها الميليشيات لتنشر في محافظات العراق، في حين كشف النائب جواد الموسوي عن معلومات تؤكد تورط ضباط في مكافحة المخدرات بانتشار هذه المواد. الوضع السياسي والاقتصادي عموماً وازدياد معدلات البطالة دفع باتجاه انتشار تناول وترويج المخدرات في المجتمع العراقي الذي كان خالياً تماماً من هذه الظاهرة قبل الاحتلال الأمريكي عام 2003. شرطة محافظة ميسان ذكرت أن المحافظة تعاني بسبب ظاهرة تناول المخدرات والمتاجرة بها، لكونها تقع في موقع جغرافي تقترب فيه من دول تعد مرتعا لتجارة المخدرات، في إشارة إلى إيران. وشهدت محافظة ميسان ومحافظات أخرى سلسلة من الجرائم وصفت بالمروعة على أيدي مدمني المخدرات. مختصون بعلم الاجتماع أكدوا أن تزايد تلك الحوادث جاء نتيجة تنامي ظاهرة الإدمان على المخدرات، وهو ما زاد من نسبة الجريمة. وبحسب مفوضية حقوق الإنسان فإن الأسرة العراقية باتت الخاسرة الأكبر من انتشار المخدرات في العراق بعد تزايد معدلات العنف الأسري والطلاق والانتحار والجريمة. إذن لتسليط الضوء على ظاهرة المخدرات وانتشارها في العراق أرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة. دكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي العراقي انضم معنا عبر سكايب من اسطنبول. دكتور جاسم مرحبا بك. أهلا وسهلا. وأيضا أرحب بالدكتور عبد السلام الطائي أستاذ علم الاجتماع ينضم معنا عبر الهاتف من ستوكهولم. دكتور عبد السلام مرحبا بك. أهلا ومرحبا. أهلا بضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي، من المسؤول عن انتشار ظاهرة المخدرات على هذا النحو في العراق؟ شكرا لك، تحية لكم ولمتابعيكم وللأخ الضيف. أنا أعتقد أنه السؤال هذا كبير جدا وبحاجة إلى
إلى تفصيل ذلك، لأن المسؤولية هي مسؤولية يعني ليست فردية، وإنما هنالك العديد من الأطراف هي مسؤولة عن هذه الجريمة التي تنخر جسد المجتمع العراقي. وعليه ربما يمكن القول بعجالة أن المسؤولين عن هذه الجريمة هم الحكومة بالدرجة الأولى، ثم الأجهزة الأمنية، ثم علماء الدين، ثم يعني الكادر التعليمي والتربوي، ثم عموم المجتمع بما فيهم الأسرة. وبالتالي أعتقد حينما نريد أن نفصل هذا الكلام يمكن أن نقول أن الكثير من القوى الحاكمة في العراق ترغب بأن يستمر حالة اللاوعي لدى شباب العراق عبر المخدرات. تعلم جنابك أن المخدرات هي آفة تغيب العقل، وبالتالي من يتعاطى لن يكون في الواقع، وعليه ربما يكون في عالم آخر ولا يشعر بما يدور حوله من خراب ودمار. وعليه تسعى بعض الكتل السياسية إلى تغييب الوعي الجماهيري عبر ازدياد حالة التعاطي ونشر المخدرات ربما حتى بالمجان في بعض المناطق. هذا من جانب. من جانب آخر، تعلم أن القانون العراقي بدأ متراخيا مع قضية العقوبات على جرائم المخدرات بعد أن كان العراق في مرحلة ما قبل 2003 شبه خالي من هذه الآفة. اليوم العراق أصبح ممرا ومستقرا لهذه المخدرات، وعليه يفترض أن يعاد العمل بعقوبة الإعدام لتجار المخدرات وليس للمتعاطين. أما المتعاطون فأعتقد أنه يمكن إدخالهم في دورات تثقيفية وعلاجية إلى أن ينتهوا من هذه الظاهرة. أيضا دور رجال الدين، هنالك تقصير واضح من المؤسسة الدينية بكل يعني الديانات والمذاهب في هذا المجال. يفترض أن تركز الخطب في الجمعة وغيرها على هذا الأمر، وكذلك هنالك يعني تراخي مجتمعي في هذا الأمر. يفترض أن يكون استنكار شبه تام لهذا الأمر على اعتبار أننا نتحدث عن آفة قاتلة يمكن أن تدمر العراق وليس فقط الفرد المتعاطي. وأخيرا أعتقد أن الكوادر التعليمية يقع على كاهلها واجب كبير، وهو بضرورة توعية المواطنين بأخطار هذه الآفة. ثم لا ننسى دور وزارة الصحة التي يفترض أن تقوم بحملة إعلامية عبر وسائل إعلام مختلفة لبيان مخاطر هذه الآفة، وإلا فإنني أعتقد أن هذه الآفة ستدمر عموم المجتمع العراقي. نعم دكتور عبد السلام، ما دور المنظمات المجتمعية، الأسرة، المؤسسات التعليمية، المؤسسات الدينية في الحد من ظاهرة انتشار المخدرات في العراق؟ نعم، ابتداء أحيي ضيفك الكريم الدكتور جاسم الشمري. تعتبر الوكالات المجتمعية، أو نطلق عليها بوكالات التنشئة الاجتماعية، تعتبر هي الأساس في صياغة وفي قولبة الشخصية. وبلا شك البيت يعتبر هو الأساس، فإذا أردنا أن يكون البناء بناء سليما يجب علينا أن نهتم بالأساس، والأساس هو البيت. ومن بعد البيت بالتأكيد تأتي المدرسة، ومن ثم وكالات التنشئة الأخرى المتمثلة بالإعلام. وكما تفضل ضيفكم الكريم بالنسبة إلى رجال الدين الذين ذكرهم، أنا أظن أن رجال الدين الحقيقيين، رجال الدين الإسلامي، يقومون بواجبهم الحقيقة الصحيح، ولكن المشكلة ليست بهؤلاء وإنما برجال الدين السياسيين، وخاصة من المستعرقين الذين دخلوا إلى العراق بعد الاحتلال. هنا أود أن أبين إلى مسألة أخرى جوهرية، أن قضية تجارة المخدرات على صعيد الوضع الحكومي العراقي الرسمي تشبه إلى حد كبير تأريخ
التعاطي الرسمي المكسيكي مع تجارة المخدرات ومع الولايات المتحدة الأمريكية. فنلاحظ أحيانا تنتشر المناورات والإعلانات التمويهية على الفضائيات عن ضبط شحنات والتهريب واعتقال مهربين، كل هذا مجرد استعراض العضلات على أساس أنهم يمتلكون القدرة على الضبط الحدودي الكاريكاتوري، بينما التجارة العظمى للمخدرات تتم عبر منافذ أكبر من قدرة السلطات الأمنية على مواجهتها ومواجهة إيران حصرا بهذا الجانب. اضطراب الوضع الأمني شجع شبكات تجارة المخدرات الدولية نحو العراق كسوق جديد في قلب الشرق الأوسط بإمكانه استهلاك هذه الأطنان. الحيل الفقهية الولائية لتسويغ فلسفة المالك المجهول لأموال الدولة ساهمت في انتشار السلوكيات الشاذة. المألوف المتعارف عليه أن الأسباب الاجتماعية تتقدم حول انتشار ظاهرة المخدرات، لكني بسبب الاحتلال سوف أعطي الأولوية للأسباب الاحتلالية التي أدت إلى استخدام كافة أساليب التدمير لتفتيت المجتمع، ومنها إغراق الشارع بالمخدرات وتسهيل ترويجها والاتجار بها واستنباتها وزراعتها وتصنيعها. فإيران دائمة أساسية وحاضنة لهذه الآفة بهدف السيطرة وتدمير عنصر الشباب وجره إلى عالم الجريمة للسيطرة عليه. على سبيل المثال لنأخذ جرف الصخر. جرف الصخر الآن مستعمرة إيرانية بمعنى الكلمة، وهي من المناطق التي تشكل ملاذا لتجار المخدرات بسبب عدم تمكن السلطات المختصة ووزراء بما فيهم الداخلية من الوصول إليها. فنهر المخدرات ونهر الدماء المتدفقة منذ عقود من إيران إلى العراق تحول من مجرد ممر لتجارة المخدرات الأفغانية. دكتور نعم اسمح لي سوف أعود إليك مرة أخرى دكتور عبد السلام. بالعودة إليك دكتور جاسم الشمري، تتحدث مصادر أمنية بالأمس أن التجار بالمخدرات يزداد بشكل واضح في المحافظات القريبة من إيران، وتحدث أيضا دكتور عبد السلام الطائي عن أن الكثير من المناطق في العراق التي تخضع كاملا تحت سيطرة الميليشيات هي أصبحت الآن ملاذا للمخدرات وتنتشر بها بشكل كبير مثل جرف الصخر. ما هي مصلحة إيران دكتور جاسم من نشر المخدرات في العراق؟ يعني هو فقط ليس فقط إيران، وإنما كل دولة لا تريد الاستقرار في العراق من أو في أي دولة في العالم ليس فقط في العراق تسعى إلى انتشار المخدرات. معلوم أن المخدرات هي تجارة عالمية معروفة في كل دول العالم، إلا أن هنالك بعض الدول ومنها العراق قبل عام 2003 كانت القوانين قاسية جدا مع تجار المخدرات، وعليه ربما اليوم هذا التراخي الموجود في عموم المشهد الأمني والإداري العراقي قاد إلى هذه الحالة. حينما نتحدث عن 30% من نسبة سكان العراق هم يعني يعانون من الفقر، ومنه يعني مثلهم تقريبا قريبون من خط الفقر، أعتقد أننا نتحدث عن نصف الشعب العراقي يعانون من الفقر والعوز، وبالتالي هذه مشاكل وبالذات في يعني على يعني تؤثر على طبقة الشباب الذين يملكون أحلاما ويريدون أن يبنوا حياتهم ويواجهون بواقع مرير ربما يهربون منه إلى المخدرات، وبالتالي تسعى بعض الدول إلى إبقاء حالة التخدير الشعبي لدى عموم أبناء الشعب العراقي على اعتبار أن لديهم العديد من المشاريع. وفي مقدمة هذا الأمر ولا يخفى على أحد هو إيران المشروع واضح في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وبالتالي إيران تحاول إغراق السوق العراقي عبر هذا الأمر، مرة عبر المنافذ الحدودية التي تسيطر عليها بعض الفصائل الولائية التابعة لها، مرة عبر الزوار الإيرانيين الذين يدخلون إلى العراق بمئات الآلاف ويتاجرون بهذه التجارة، وفي الغالب العام
لا يتم تفتيش هؤلاء على اعتبار أنهم جاءوا إلى زيارة في أوقات يعني يفترض أن تكون مقدسة، ويفترض أنهم أتقياء، ويفترض أنهم يعني لا يقتربون من هذا الأمر. لكن أنا أعتقد أن هذه المواسم هي مواسم لتنشيط تجارة المخدرات، وعليه من مصلحة إيران وأي دولة تريد بقاء حالة الشلل في العراق أن تغذي تجارة المخدرات من أجل إبقاء حالة الشلل الفكري في عموم المشهد الشعبي العراقي. نعم دكتور عبد السلام، يعني من وجهة نظرك الآن الآثار التي خلفتها المخدرات على المجتمع العراقي واضحة من خلال ما يجري فيه من أحداث، وخاصة ازدياد معدلات الانتحار والجريمة بحسب مصادر في وزارة الداخلية في العراق. من وجهة نظرك الآن إذا كانت هذه المخدرات يعني باهظة الثمن، كيف لمواطن يعني يعاني من البطالة وانعدام فرص العمل أن يعني يستخدم هذه المخدرات أو يتعاطى هذه المخدرات وبالتالي تزداد معدلات الجريمة؟ هنا علينا أن نميز ما بين المتعاطين أو المروجين أو المدمنين وما بين المتاجرين وأهداف الاتجار بالمخدرات. أهداف الاتجار بالمخدرات هي مصدر من مصادر تمويل الجماعات الإرهابية والميليشيات، وهذا معروف سواء كانت في لبنان أو في العراق. ولذلك هذه الأموال تمتلكها جماعات هي التي تسيطر على المنافذ الحدودية، يعني في البصرة وفي العديد من الأماكن، وخاصة في منفذ الشلامشة الذي يعتبر من أخطر الأماكن التي تمر من خلالها المخدرات. فهذه المنافذ وهذه الأموال الحقيقة، يعني هؤلاء الضحايا هم يتم استدراجهم وبيع المخدرات لهم في البداية بأسعار زهيدة، وإلى أن يصلوا إلى مرحلة التبعية للمخدرات يضطرون إلى ارتكاب جرائم السرقات، ومن خلال السرقات يستطيعون الحصول على المخدرات، ومن ثم يتم استخدامهم من قبل الجماعات المسلحة في عمليات للقيام بعمليات إرهابية. بالتأكيد كما ذكرنا أن هنالك أضرار صحية تؤثر على جهاز المناعة، تؤدي إلى تغييب الوعي. ولذلك الشخص المتعاطي، يعني هدف الجماعات أو التجار المخدرات والمدمنين المرتبطين بجماعات خارجية داخلية أو خارجية عفوا، يستخدمون هذه الأسلوب لتغييب الوعي، لأن المواطن العراقي لا يستطيع أن يتحمل السلوكيات الشاذة للجماعات الولائية وهو في حالة وعي. ولذلك هذه الظاهرة المخدرة أدت إلى انتشار الكثير من الظواهر غير المألوفة بالمجتمع العراقي، من ضمنها ظاهرة بيع الأطفال والرقيق والاتجار بالأعضاء البشرية للأحياء والموتى. هذه الظاهرة أيضا الاتجار بالأعضاء البشرية للأحياء والموتى ازدادت بسبب زيادة عدد المقابر والسجون. ازدادت عندنا ظاهرة السحر بسبب هرطقات وعار السلاطين. شيوع ظاهرة لم تكن مألوفة، هي ظاهرة التسول الإيرانيات في أماكن الزيارات لغرض التجسس. الكرفانات السيارة لبيع المخدرات والجنس السفري، انتشار ظاهرة اللواطة والمثليين. كل هذه الظواهر كان يجهلها المجتمع العراقي. لها تداعيات خليجية، القتل بسلاح المخدرات الذي يدخل إلينا من خلال المنافذ الحدودية، سواء قرب البصرة قرب الكويت أو من منطقة جر الصخر قرب المملكة السعودية. يعني هنا فقط إذا تسمح أن أذكر تقرير نشرته الصحافة السويدية، تقرير ميداني عام 2013، صحفيان سويديان هما تيريزي كريستينسون وتوربيون ذهبوا إلى العراق، والتقرير نشر في الصحف والتلفاز عدة مرات. شاهدوا بأم عينهم وبالصور العيانية لملاجئ الدعارة
وتجارة الجنس والمخدرات، وبالخارطة تم تحديد الموقع بأنه بقعة خاصة من داخل المنطقة الخضراء مقر الحكومة. هنا فقط أشير بهذا الجانب إلى انتشار ظاهرة المخدرات. في عام 93 أشرفت على دراسة بجامعة البكر للدراسات الاستراتيجية، لم نعثر على سجين عراقي واحد مدان بالمخدرات، جميعهم كانوا من إيرانيين، باكستانيين، أفغان ومصريين. بينما الآن مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في النجف فرزدق السقبان يقول أن الطاقة الاستيعابية للموقوفين في سجون النجف فاق الأعداد المفترض لاحتواء السجناء. الطائرة العراقية الوحيدة كانت لا تدخل إلى الصالة الحمراء لأنها كانت طائرة نظيفة من المخدرات، وتقرير الأمم المتحدة عام 76 ذكر أن العراق البلد الوحيد أنه عراق بلا حشيش. وشكرا. نعم دكتور جاسم، الانهيار الاقتصادي وسوء الواقع السياسي بالتأكيد يعني لهما السبب الكبير في انتشار ظاهرة المخدرات في العراق. بتقييمك لدور الحكومة في مواجهة هذه الظاهرة المتفشية، ظاهرة مخيفة لم يعهدها المجتمع العراقي الآن، يعني هل ترى أن الموقف الحكومي أو يعني الإجراءات الحكومية المتخذة على مستوى التحدي؟ تحدث عن واقع المخدرات في العراق، حقيقة لا يمكن أن نتجاهل دور الحكومة، على اعتبار أن الواجب الأول للحكومة هو نشر الأمن الغذائي والدوائي وعموم أنواع الأمن في المجتمع، وعليه يفترض بالحكومة أن تكون قادرة على بسط الأمن فيما يتعلق بحياة المواطنين ولجم القوى الشريرة التي تحاول نشر المخدرات بين المواطنين العراقيين. هنالك تقارير تحدث بها بعض ضباط مكافحة المخدرات وحاولوا أن لا يظهروا أسماءهم بسبب الخوف أن بعض المقاهي و يعني الجمعيات أو التجمعات تقدم المخدرات بصورة على يعني سرية للزبائن، وهذا الأمر ربما هنالك بعض الأطراف الرسمية الأمنية متورطة في هذا الأمر. قبل أقل من 3 أسابيع يعني القوات الأمنية ألقت القبض على دكتور لديه أكثر من 60,000 حبة مخدرات، وقبل يومين تم تهريب هذا الدكتور بعد ضغوطات على القوات الأمنية وهو الآن في أذربيجان. وهذا يعني أن هنالك قوة متنفذة هي التي تتحكم بالمشهد الأمني في العراق، وإلا يفترض بمثل هؤلاء أن يتم تقديمهم للعدالة وأن يتم تفعيل قانون الإعدام لكل تجار المخدرات، وإلا لا يمكن أن نقضي على هذه الآفة عبر يعني قوانين متراخية. وعليه أنا أعتقد أن اللوم الأكبر يقع على المؤسسة القضائية قبل الحكومة، لأن الحكومة هي جهة تنفيذية، وأيضا يقع على البرلمان العراقي، وعليه أعتقد أن هؤلاء الثلاثة يعني البرلمان والحكومة والجهة القضائية هم مسؤولون مسؤولية مشتركة عن تنامي انتشار هذه الظاهرة التي أدت إلى جرائم قتل وانتحار، وهنالك تفكك في بعض يعني المناطق العراقية، تفكك أسري غريب، لم نكن نسمع هذا الكم الهائل من قتل الأبناء للآباء ومن قتل الآباء للأطفال وغير ذلك ومن قتل الزوجات لأزواجهم. كل هذه جرائم بدأت تتنامى في المجتمع العراقي كله بسبب انتشار مادة الكريستال بالدرجة الأولى ثم الحشيشة، وبالتالي أعتقد أن الحكومة ينبغي عليها أن تعطي دورا أكبر لجهاز مكافحة المخدرات من أجل أن يكون يعني يمتلك القدرة على لجم هذه العصابات دون النظر إلى القوة التي تدعمها من القوى السياسية وغيرهم. وبالتالي أرى أن القضية بحاجة إلى
وقفة برلمانية ووقفة قضائية ووقفة حكومية من أجل تلافي خطر هذا الأمر قبل فوات الأوان. نعم، شكرا دكتور جاسم. إذن المؤسسة القضائية والبرلمان والحكومة يعني المسؤولون بشكل الأكبر على انتشار واتساع نطاق ظاهرة انتشار المخدرات في العراق. نتابع مشاهدينا الكرام هذا التقرير المصور عن نشر المخدرات واتساع نطاق هذه الظاهرة الخطيرة في العراق. إذن شاهدنا هذا التقرير المصور عن اتساع نطاق ظاهرة المخدرات وانتشارها في العراق. قبل عودة لك دكتور عبد السلام الطائي أستاذ علم الاجتماع، إذا كانت المؤسسة القضائية والبرلمان والحكومة المسؤولون عن انتشار ظاهرة المخدرات في العراق، ما هي الحلول العملية من وجهة نظركم؟ هل الحلول مقتصرة على التوعية من خلال المؤسسات التعليمية سواء كانت المدارس والجامعات أو المؤسسات المجتمعية يعني أو المنظمات المجتمعية كالمسجد أو الكنيسة أو حتى نواة المجتمع الأسرة، هل من حلول عملية فعالة في ضوء كل ما يتعرض له العراق الآن من ظروف سياسية وظروف اقتصادية يعني خطيرة جداً؟ نعم، الحقيقة يعني أنا في اعتقادي موضوع السيطرة على المخدرات أن الحكومة فاقدة السيطرة على هذا الموضوع لأنه أكبر منها، لأن الجهة التي تدخل منه المخدرات هي الجهة المسيطرة على الحكومة، والمنافذ التي تدخل منها وهناك إقرار دولي واعتراف حكومي بأن المخدرات تدخل من المنافذ الإيرانية ولا تدخل من المنافذ السعودية أو الكويتية أو السورية، بل العكس تصدر من أفغانستان إيران إلى العراق عبر المنافذ التي ذكرتها، ومن هذه المنافذ تسرب أو تهرب إلى السعودية وإلى الكويت وإلى دول أخرى بهذا الجانب. ولذلك الحكومة أعتقد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، غير قادرة إطلاقا بهذا الجانب، ولكننا الحقيقة نعتب على دول الجوار المتضررة من أن تتخذ موقفا بهذا الجانب وتقديم شكوى إلى المنظمات الدولية بسبب هذه الأضرار التي تترتب عليها. فهنالك على سبيل المثال ما نطلق على منظمة والمنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة، وهذه من مهمتها دراسة أسباب الجريمة ومكافحتها ومعاملة المجرمين وتأمين التعاون المتبادل بين الشرطة الجنائية في البلاد العربية ومكافحة المخدرات. هذه مسألة جدا ضرورية أن دول الجوار، لأن الأضرار هي المخدرات عفوا هي ليست جريمة محلية، المخدرات بالقانون الدولي هي جريمة دولية، تزرع في بلد وتهرب إلى بلد آخر، تزرع في لبنان وتأتي من سوريا إلى العراق، تزرع في أفغانستان وتهرب من إيران إلى العراق. فماسترو المخدرات اليوم الذي يهدد العراق هو إيران ولبنان وسوريا، ومنطقة عسقلان الآن تشكل من أكثر المناطق خطورة على العراق لدخول المخدرات. سابقا كان هنالك لجنة بوزارة الصحة اسمها لجنة مكافحة المخدرات والمسكرات، تضم الحكومة تقريبا كلها نستطيع أن نقول أو المعنية بهذا الجانب،
تضم وزارة التعليم ووزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية ووزارة الثقافة والداخلية والأجهزة الأمنية لمكافحة المخدرات. أتذكر حصل خرق بسيط في هذا الجانب، أنه أثر على بعض الحبوب المخدرة المسربة من الحلة ومن النجف. تم تشكيل لجنة رئاسية وبدعم من هذه اللجنة أيضا لجنة مكافحة المخدرات والمسكرات، وتم متابعة الموضوع واكتشف بأن هنالك طبيب كان يعمل بالثقيلة بقسم الأحكام الطويلة بسجن أبو غريب تحول من مدير طبابة إلى سجين، إضافة إلى متابعة وملاحقة العناصر الصحية الأخرى العاملة في الحلة وفي النجف. الحكومة لأنها كانت تمتلك القرار، كان القضاء مستقلا، استطاعت أن تقضي على هذه الظاهرة بصورة سريعة. أما في الوقت الحاضر أن نطلب من الحكومة فكأننا نضرب أو نعمل شيئا من الخيال. الحل الوحيد لمكافحة المخدرات إجبار الحكومة وإيران من قبل المحاكم الجنائية الدولية ومن قبل منظمات حقوق الإنسان، غير ذلك لا أظن له فائدة أو جدوى. طيب شكرا لك دكتور عبد السلام، سأعود إليكم مرة أخرى. دكتور جاسم، يعني إجبار الحكومة من خلال المحاكم الدولية وكذلك إجبار النظام الإيراني، هل هذا ممكن؟ يعني بالسؤال الذي طرحه الدكتور عبد السلام الطائي، يعني هل الدول المجاورة للعراق، باقي الدول عدا إيران، هل هي في مأمن من انتشار وانتقال هذه العدوى الخطيرة المميتة القاتلة، عدوى انتشار ظاهرة المخدرات إليها؟ لماذا لم تخاطب المنظمات الدولية المعنية؟ هل فقط لأن العراق منافذه الحدودية مفتوحة وهي يعني مؤمنة منافذها؟ يعني ما الذي يجعل دول الجوار يعني تسكت على جريمة دولية تهدد وجودها ووجود مجتمعها أيضا؟ يعني أعتقد أن دول الجوار يعني حدودها غير مفتوحة مع العراق في هذا المضمار، وربما هنالك بعض المنافذ مع دولة الكويت الشقيقة، أما بقية الدول فأعتقد أنه الأمر صعب جدا. أما يعني العراق كما تحدثنا في البداية هو معبر ومستقر، يعني هنالك تبادل لأنواع معينة، مثلا لو فرضنا الكريستال يعني موجود بكثرة في العراق وغير موجود في باقي الدول المهرب إليها، يتم التبادل. يعني تعرف أنه بعض المناطق يعني بحاجة إلى كريستال، بعضها إلى حشيشة، وبالتالي القضية قضية تبادل تجاري، كأنه عرض وطلب. وعليه أعتقد أنه الدول المجاورة للعراق بما فيها تركيا، بما فيها المملكة العربية السعودية، بما فيها الأردن، هذه الدول على الرغم من وجود يعني تجار مخدرات في بعض هذه الدول، إلا أن القانون في هذه الدول لا يرحم تجار المخدرات، حتى لو يعني كان يعني متساهلا بعض الشيء في بعض هذه الدول مع المتعاطين. وبالتالي القضية هي قضية كيف يعني نلجم التجار. القضية لا علاقة لنا بالبداية في حالة العلاج بالمتعاطين، المتعاطي يمكن يتم علاجه عبر طرق تربوية وصحية وتثقيفية حينما لا يجد المخدرات، أما مع توفر المخدرات وبالتالي علينا أن نذهب إلى المنبع، إلى التاجر، إلى المورد، هذا الذي يجب أن يلجم وأن يحاسب وأن يعاقب، وإلا فالقضية لا يمكن السيطرة عليها عبر خطابات يعني وتوجيهات بدون سلطة قوية قادرة على ضبط الحدود، قادرة على ملاحقة التجار. وبدون ذلك أعتقد أنه الآفة ستنمو وتكبر في المجتمع العراقي. دكتور جاسم، مثل ما تفضلتم في بداية الحلقة، يعني استمرار حالة اللاوعي هي من مصلحة الكتل السياسية المستفيدة من الحالة الفوضوية التي يمر بها العراق الآن. كيف يمكن الضغط على الحكومة من أجل يعني كبت أو وضع حد لظاهرة الاتجار بالمخدرات والضغط على تجار المخدرات أو الموردين
دون أن يكون هناك تدخل دولي قوي في إطار مخاطبات مع المنظمات الدولية التي تسهل الطريق للوصول إلى هذا الحل؟ يعني أنا أعتقد أن التعويل على المنظمات الدولية لا يمكن أن يعالج هذه الظاهرة. المنظمات الدولية مع الأسف وفي مقدمتها الأمم المتحدة، يعني ربما يعني لا نريد أن نقول هي شريك، لكنها مع الأسف لم تقم بواجبها الإنساني والأخلاقي المطلوب، لا على المستوى الأمني ولا على المستوى السياسي، وبالتالي من المؤكد أنها في هذه الجوانب يكون دورها أكثر هشاشة وأكثر ضعفا. وعليه أعتقد أنه القضية بحاجة، يعني مع الأسف حينما نريد أن نتحدث عن حالة طبيعية يفترض أن يكون الدور الأكبر هو للبرلمان، لكن في ضوء الحالة العراقية مع الأسف البرلمان لم يقم بواجبه الأخلاقي والقانوني على اعتبار أنه يمثل الشعب العراقي. يعني حينما نتكلم عن السياسة يفترض بالسياسي سواء من البرلمانيين أو من الحكومة أن ينظر نظرة أبوية إلى أي قضية أمامه. وعليه لو فرضنا أن أب أسرة هنالك في أسرته أحد متعاطين، يفترض به أن يأخذ الأمر على محمل الجد ويحاول أن يساعد هذا المتعاطي من أجل الخلاص من هذه الآفة. أما أن يبقى الأب يعني في دور متفرج والحالة الصحية لولده يعني تتردى يوما بعد آخر، فهذا يعني أن الأب يعني أب غير صالح، وهذا هو دور البرلمان. البرلمان الناجح، البرلمان الصالح، هو الذي يفترض أن يعالج المشكلات المجتمعية الأمنية والخدمية والمخدرات ونقص الأدوية وغير ذلك. أما البرلمان الفاشل والبرلمان الطالح فهو الذي لا ينظر لهذه الأمور، فقط يعني ينظر إلى المصالح الحزبية والشخصية. ونحن نأمل أن نجد في يوم من الأيام يعني حالة من الحملة الشعبية التي يفترض أن تقوم بها بالذات الوقفين السني والشيعي وحتى الوقف المسيحي من أجل الضغط على البرلمان والضغط على الحكومة لإيقاف هذه المهزلة الأخلاقية التي يفترض أن نسعى جميعا لإنهائها من المجتمع العراقي، وإلا فإننا سنكون أمام جيل يمكن أن يقتل على لأبسط الأمور. يعني حينما تسمع أن يعني صديقا يقتل صديقه من أجل مبلغ تافه أقل من $100، وأن شاب آخر يقتل والده لأنه رفض أن يعطيه المال المطلوب منه لأنه يعني عليه دين، وبالتالي القضية يعني حينما تنتشر المخدرات يكون هؤلاء بحالة اللاوعي، وحينها يمكن أن يرتكبوا أي جريمة. وهذه الجريمة معلوم ليست يعني محدودة، وإنما ستنعكس آثارها على عموم المجتمع العراقي، وهذا سيقود في المحصلة إلى انهيار النظم الأخلاقية والمجتمعية في مجتمع محافظ مثل المجتمع العراقي. وعليه يفترض بالحكماء والعقلاء من المسؤولين وغير المسؤولين أن ينتبهوا لخطورة هذه الظاهرة قبل فوات الأوان، وأن تعي القنوات الإعلامية ضرورة التركيز عبر برامج مكثفة على هذه الآفة من أجل العمل على مساعدة المتعاطين وبيان خطورة هذه الآفة وضرورة الضغط على القضاء من أجل تغيير أحكام المتعلقة بتجارة المخدرات وإنزال يد العدالة على هؤلاء والضرب بيد من حديد على كل من يحاول اللعب بعقول شباب العراق وبالتالي تدمير المجتمع العراقي. هؤلاء يفترض أن لا يتم يعني التعاطف معهم، يفترض أن لا تكون هنالك رحمة معهم، هنالك يعني يفترض أن تستخدم القوة، لأننا نتحدث عن كارثة لا تقل خطرا عن الإرهاب. تجار المخدرات هم إرهابيون من نوع آخر. الإرهابي يقتل مواطن وتاجر المخدرات يقتل مواطن، وبالتالي يفترض أن يطبق قانون مكافحة الإرهاب على تجار المخدرات من أجل السعي
لتخفيف آثار هذه الظاهرة التي تتنامى في المجتمع العراقي الذي كان في يوم من الأيام خاليا من هذه الكوارث، لكن يبدو أن السياسات الفاشلة بدأت تنجر على جميع يعني حلقات البلد في العراق، إلى أن وصلت إلى العائلة، وحينما تصل الكارثة إلى العائلة أعتقد أن الخطورة وصلت إلى الخط الأحمر الذي لا يمكن تغافله، وعليه نحن جميعا كإعلاميين وكمسؤولين وكمواطنين وكمحبين للعراق يفترض بنا أن ننبه إلى خطورة هذه الكارثة المجتمعية قبل فوات الأوان. شكرا لك دكتور جاسم، سأعود إليك مرة أخرى. دكتور عبد السلام الطائي، نتحدث عن الإعلام ودور وسائل الإعلام أيضا مواقع التواصل الاجتماعي، بلا شك أن هذه الظاهرة ظاهرة خطيرة ومخيفة تهدد المجتمعات بشكل عام، ولكن أيضا ما هو دور الإعلام، دور مواقع التواصل الاجتماعي، الوسائل الإعلامية بمختلف طبيعتها، كيف يمكن أن تواجه هذه الآفة الخطيرة في العراق، مع يعني الإشارة إلى نقطة مهمة، هو أن الضيف الكريم دكتور جاسم أشار إلى أن هناك رغبة سياسية يعني تحت الطاولة بالخفاء لإدامة حالة اللاوعي لدى الشعب العراقي في سبيل ديمومة الاستفادة من هذا الوضع بالنسبة للنخب السياسية، بالنسبة لسلطة الأحزاب في العراق. كيف يمكن، هنا السؤال دكتور عبد السلام، كيف يمكن تفعيل دور الإعلام، دور مواقع التواصل الاجتماعي في الحد من ظاهرة المخدرات التي تهدد المجتمع العراقي؟ نعم، الحقيقة بلا شك الإعلام هو السلطة الرابعة، وهناك الإعلام يعني متنوع الأشكال، هناك الإعلام المقروء والإعلام المسموع والإعلام المرئي وغير ذلك، لكن المشكلة هي أنه من يسيطر على وسائل الإعلام الكبرى المؤثرة في الشارع العراقي أو في الشارع العربي، سيما نحن نعلم أن وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوكية أو الواتساب أو غيرها تأثيرها محدود، ولكن لا يمكن أن يقارن تأثيرها بتأثير الفضائيات التي تعتمد إلى الترويج وإلى التهويل في هذا الجانب أو في غيره من الجوانب الأخرى. وعليه فوسائل الإعلام الحقيقة إضافة إلى تشكيل خلايا أمنية، ما يطلق عليها بالذباب الإلكتروني من قبل الحكومات التي تتساهل أو تروج أو تشجع هذا الجانب، ولذلك يعني حتى على الفيسبوك وحتى على الواتساب تجد أن الذباب الإلكتروني الحكومي الميليشياوي الولائي تجده متواجد، ولذلك قوة تأثير الإعلام الوطني الحقيقي كما كان في السابق حاليا غير متوفرة، وقوة الإعلام المخابراتي المخدراتي هي الآن التي بيد تجار المخدرات. أنا أظن يعني الموضوع هو ليس بالإعلام، لأنه القوى الوطنية لا تمتلك قوة إعلامية كتلك التي تمتلكها السلطة والدول الداعمة لها. أنا أعتقد يعني كان من الأفضل في هذا الجانب لا نبحث أو نضع أو نسلط الضوء على التجار، بل على الدول التي تزرع فيها المخدرات، الدول التي تسهل نقلها وترحيلها، هنا تكمن الحقيقة كارثة المخدرات. شكرا لك دكتور. في الختام أشكر ضيوفي الكرام في هذه الحلقة، دكتور جاسم الشمري الباحث السياسي العراقي، نشكرك شكرا جزيلا، ودكتور عبد السلام الطائي أستاذ علم الاجتماع، نشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف من ستوكهولم. في الختام تقبلوا مني أطيب تحية مشاهدينا الكرام، وفي أمان الله.